السلام عليكم متابعينا قناة شوف تي في مباشرة معكم من مدينة تمارا. أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع ديال واحد السيد اللي عنده محل ديال الخياطة كيشتغل فيه مدة ديال 19 عام ودابا كيتفاجأ بالحكم بالإفراغ رغم أنه كيقول أنا كنأدي الواجب الكراء ديالي. والسيد كان عنده خلافات بيناتهم وهو ما كانش يتوصل بالتبليغات ديال سميتو. هذا الاخير هذا جاء تبليغ الاخير انما يعني خاصو يفرغ المحل ديالو ودابا هو كيقول انا ما كنتوصلش يعني كاين ايادي خفيه في هذا الملف ديالو وكيطالب يعني السلطات تدخل ليه وتشوف ليه الحل ديالو. وهو نخليكم معاه يتكلم معكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اخوتي عندي انا واحد المحل تجاري اللي كنت 19 سنه وانا خدام فيه والكراء ديالي كنت كاري عنده ب 75 فرانك يا 15000. وقع بيني وبينهم نزاعات وقع بيني وبينهم 2011 8/8. دوزنا في محكمة تحكمت من الصالح ديالي. عندي حكم وكانت عندي سلعة في المحل ديالي ومنين سد لي المحل ديالي وشمعوا دوزنا المحكمة حكمت من صالح ديالي المحكمة. عندي حكم جنحي حاليا دابا هو اللي عندي دابا في هاد المحضر هذا. منين حكمت المحكمة من صالح ديالي تحل لي الحانوت بالشرطة القضائية تحل بالشرطة القضائية. بقيت مستمر تحكمت في 2014 باش تحل لي الحانوت 2014. بقيت كنخلص السومه الكرائيه ديالي في المحكمه. فتحت يعني كوم ديالي في المحكمه وكنخلصو. كنبقى ندير يعني كل شهر كنمشي نخلص السومه الكرائيه ديالي. وحاليا دابا كنتفاجئ بلا الحكم تقلب عليا وجاني الافراغ جاني الاداء والافراغ. ما عمري دوزت انا شي جلسه عمري جاني شي بلاغ بلا راه كيفاش جاك الاداء وانت كتخلص الاداء كنخلصو في المحكمه وحاليا كنخرج يعني كنخلص المفوض القضائي وكنخلص المصاريف ديال المحكمه باش كيخرج عند السيد باش كيعرض عليه السومه الكرائيه كيرفضها. عندي الرفض ديال المفوض القضائي عندي كلشي وعندي تواصل قدام دابا جاني محضر ديال استنافي حكم استنافي كيهضر فيه دابا هو كيقول من 2005 ما خلصتوش وانا عندي ملف جنحي نزاع وقع بيني وبينه في هذا الحكم الجنحي في 2011 8/8 انتهى في 2014. دابا هو كيطعن انا ما عرفتش كيفاش حتى تقلب هذا الملف هذا ولا في من 2005 رجعنا حنا ل 2005 من 2005 انا كنت كاري عنده عندي تواصل قدام ديالو ومنين تحكم هذا الملف هذا هو كيطعن في الملف ديالو من 2005 وانا ما خلصوش يعني كيكذب. ها هو عندي في الدوسي ديال استنافي من 2005 كيحسبوا حتى 2019 خرجوا لي فيها 10 المليون. وانا حنا كنركز انا على هذه المساله ديال 2011 8/8 هي اللي وقع بيني وبينهم نزاعات. هذا النزاع هذا راه من صالح ديالي في 2011 حتى 2014. من 2014 هي بقيت كنخلص انا درت كونت ديالي كنخلصو في المحكمه كنخلص في المحكمه بقات تجاني هذا الملف ديال الاستنافي. انا ما عمري حضرت في شي جلسه وحتى جاني هذا الحكم هذا حكم فيه الاداء والافراغ.
الاداء والافراغ. ملي جاني هذا الحكم هذا اديته، عطيت حيت المحامي الاولاني ودرت محامي واحد اخر. ملي درت هذا المحامي هذا عطيته دار لي النقد والابرام، براه بقى في النقد والابرام، ما عرفتها واش مقبوله في النقد والابرام ولا مرفوضه. دابا راه جاني انذار تنفيذي من المحكمه التجاريه. المحكمه التجاريه درت المحامي دار لي ايقاف تنفيذ. دابا حنا راه في ايقاف التنفيذ في محكمه تجاريه. المحكمه التجاريه دابا راه داز ثلاثه الجلسات، ما حضرت حتى شي جلسه، ما كيحضرش دابا، كيحضر غير المحامي الاخر، المحامي اللي درت مؤخرا فاش دار لي النقد والابرام. دابا راه خرجوا لي 34000 درهم، خاصني نخلصها ونفرغ الحانوت، يعني خصني نخرج. دابا انا يا كنطالب من المسؤولين وكنطالب من الناس يعاودوا معايا تحقيق في هذا الملف هذا. يعني هذا الملف هذا راه فيه شي مسائل مغمضه انا ما عرفتهاش شناهي. يعني راه كاينين الناس اللي فوق من هذا الامر هذا، وانا انا بغيت نعرف. انا راه وصلت 19 سنه وانا في هذا الحانوت هذا، وفرمشت عين نزق انا خارج نضيع ولادي، فشات الوليدات اللي عندي، وهاز امي وهاز خويا معوق، وانا انا 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 مريض بالسكري وعندي الكوليسترول وعندي كل شيء وكنداوي بالامراض المزمنه. في الاخر واحد يجي فرمشه عين 19 سنه ويخرجني وعندي ملف. انا هذا الملف، هذا الملف ديال الاستنافي راه ما فيهش شي دليل كي 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 كيدلي به هو بالله راه هذا السيد هذا خصو يخرج، اولا راه ما كنخلصش الكراء ديالي، اولا راه ما عنديش انا تواصل اللي هو كندلي بهم انايا في الحكم الجنحي. انا كنطالب دابا من المسؤولين، كنطالب من المسؤولين حق يحلوا معايا ملف في هذا الامر هذا، يفتحوا معايا ملفات في هذا الامر هذا ويراجعوا لي الملفات ديالي. الا كان اخطا يصلحوا لي الملفات ديالي، انا ما كنطعن في حتى شي واحد، وانا انا باغي الملفات ديالي يطعنوا في يحققوا في يحقوا فيهم في هذا الامر هذا. انا راه صافي هزيت يديا من هذا الامر، وانا راه الحكم راه باقي في التجاري، راه باقي في التجاري. دابا راه كنتسنى غير الافراغ، هذا هو اللي كاين. انا جاني انذار، والانذار عطيته للمحامي، داه النقد والابرام، النقد والابرام رجع للتجاريه. دابا انا كنطالب من اي مسؤول وكنطالب من الناس يحققوا معايا في هذا الملف هذا. هذا الملف هذا راه غامض، وراه احنا ماشي في بلاد الظلم، حنا راه بلاد القانون والحق. انا راه باغي الحق ديالي في هذا الملف هذا، باغي حقي في هذا الملف هذا. انا هذا الحانوت هذا راه ما يمكنش نخرج منه وانا 19 سنه، راه لا يمكن. كون ما كنتش كنخلص واخا من حقي، راه من حقه يخرجني، وانا راه كنخلص رزقي، كنأدي الواجب. هما باش باغي يخرج باش يثبت عليا الاداء، باش يثبت عليا الاداء بلا ما كنخلصش. علاش حنا عندنا نزاع في 2011 وهما رجعوا ل 2005؟ لا 2005 ما كان عندنا نزاع الاول، ما كانش عندي نزاع كاع في 2005، حتى 2011 عاد وقعنا في نزاعات. انا كنركز على هذا الامر هذا، علاش يديروا ليا من 2005؟ واش الملف يتعاود يترجع من هذا؟ والحكم انا من صالح ديالي، ها هو جنحي حكم، هذه ماشي محكمه اللي حكمات، غير هاد السيناف هي اللي حكمت من صالح ديالو هو. راه حتى انا عندي حكم هنايا، حتى انا عندي حكم جنحي، حتى انا بغيت الناس مسؤولين يطالعوا على هذا الامر هذا، يحققوا معايا ملف، يحلوا معايا الملفات ديالي، حتى انا يقلبوا. الا كان شي واحد حاط يده في هذا الامر هذا، راه خص المسؤولين يدخلوا في هذا الامر هذا، راه لا يمكن. حتى انا راه غادي نضيع، راه حتى انا غادي نضيع، عاش انا عندي ثلاثه الوليدات، انا 19 سنه هنا، راه بحال تزدت هنايا انا، راه كاع الناس كتعرفني هنا، راه لا يمكن انا نخوي هذا المكان هذا، راه هذا المكان هو اللي انا فين حليت فيه عيني، راه خليت العمل ديالي، كنت خدام في شركه، وخويت خليت الشركه وجيت باش نخدم في هذا المحل هذا. راه لا يمكن. راه دابا انا خص هذا الملف هذا يحلوا معايا فيه، يحلوا محضر معايا في هذا الملف هذا، راه لا يمكن. انا راه هذا الملف هذا راه في شي حاجه غامضه خاصها ضروري تحل. انا بغيت مسؤولين يدخلوا في هذا الامر هذا. والله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، وعاش المالي، عاش المالي.
الله يرحم الوالدين، ديروا معايا شي حاجه.